شوية الجاي هيك شوية العكس. لو لينا الحصيلة تاع تقريبا 28 يوم من شهر جانفي، وين كان للأسف تسجيل وفاة 49 شخص وإسعاف أكثر من 684 شخص آخر من موت محقق. للأسف كذلك أغلبية هذه الوفيات هي يعني عائلات جزائرية طوية دفترها العائلي، عائلة بأكملها تقريبا نقدر نقول 10 عائلات. هناك ارتفاع، لان السنه الماضيه في جونفي السنه الماضيه كان عندنا 33 وفاه بغاز احادي الكربون. هذه السنه ومازال ما كمل، هذه السنه في جونفي نفس في جونفي هذا ومازال ما كملناش يعني الشهر، عندنا 49 وفاه، وهذا يدل انه هناك ارتفاع.